جاي احط العضو. شو؟ قصدي انك جاي احط اسمي كعضو. عضو. عضو عضو، ايه هيدا عضو. روحي روحي، الله يبعد عنك اعضاء الحلال ويتعبث فيكي اعضاء الحرام وينتفوك تنتيف. ولك انت بدك تنتيف، ولك انت بدك بسم. لك انا جاي اترشح للانتخابات البلديه والمخطره. قصدك الاعضاء المرشحين؟ ايه مزبوط مزبوط، بس انا كنت بالاول حطوا بالبخش وفوتوا على العميانه. شو؟ ايه على العميانه كنت فوتوا هيك. لقيت لواحد لا بتخليني لك يا عمي فهمتيني غلط. شو اللي بدي افهمه؟ كانت فوتوا للمغلف بصندوق الاقتراع على العميانه. ليك يا بلد يبقى في العمل. طلع لبرا، طلع لبرا، ولا طلع لبرا. يلعن يلعن المنظر، يلعن دايرة رسمية يا بلا، يا حيوان انت حيوان جاهل. طلع برا. لحظة شوي، طلع برا. هلا بطلع. روقي يا عم انت دغري بتموري. لك يا حبيبتي انا من زمان كنت فوت اصبعي كله. شو؟ افوت اصبعي كله. ليش عم تحكي؟ بالمحبرة بالمحبرة حط اصبعي كله كرمال ابصم. يا عمي شو قصدك؟ فوتك على شي مقبرة وما طلعك منها. شو بدك هلا قميصة النحس؟ انت بتعرف شو لازم يكون مواصفاتك لحتى تترشح؟ ضعيف وطويل او قصير وتخين. عم تحكي عن عضو البلدية، شو قصتك؟ لا، بده يكون عنده اخلاق. اها. ولما يفوت ما يرتشي وما يسرق. يا ويلي تبعت تبعت لما يفوت. ليكي انت خليه يفوت لجوا وانا بعدك يكون كتير هائل. لما لجوا بيفوت رح بيعمل العجايب. مبسوطة وهو مبسوط وعقدوم الفرحة جايب. يا ويلي انت بتستعملي العازل؟ اكيد أكيد. وكل واحد لازم يستعمله لأنه هيدا الشيء قانوني وأأمن. وبالانتخابات؟ نعم. إيه مزبوط، نحن عم نحكي إيه مزبوط، إيه مزبوط. العزل الانتخابات ما انتبهت بردو. ليك؟ أنت بدك تعمل عضو بلدية ما هيك؟ طبعا. بس رح أنصحك نصيحة. بما إنه بدهم يقروا الكوتا النسائية. إيه الكوتا الكوتا، أنا جاي كرمال الكوتا. كل عن منظرك أنت. شو رأيك سجل لك ترشيحك كامرأة؟ هيك بتزيد حظوظك بالربح اكثر. كيف يا عمي؟ ما انا رجال ما بتزبط. هيدا قبل ما اقرر اتخلص من الزواج. ياه لا دخلني ما عنا اغلى منه. يلا سحبنا ترشيحنا.